من الآفات التي قد تصيب بعض العلاقات البشرية أن يقدس أحد الطرفين الطرف الآخر بدرجة مبالغة، فيرى الطرف الأول الطرف الآخر على أنه حلال العقد وخارق المواصفات ولا مثيل له. إن كنت مقدسا في علاقة فلا تفرح كثيرا، قد تهدم كل هذه المشاعر القوية بين عشية وضحاها. بيرسونا، نبحث في أغوار النفس لنعيد اكتشاف من حولنا برؤية مختلفة. في الموسم الجديد من بيرسونا سنفهم كيف تؤثر هذه العلاقات في صحتنا النفسية والجسدية، ونبحر في أنواع شخصيات كثيرة تنهك أرواحنا لنعرف كيف نحمي أنفسنا من خطرها. التقديس. مشاعر وأفكار كثيرا ما تحدث في العلاقات الرومانسية وغيرها، وخاصة في بدايتها. قد تغتر إن كنت الطرف المقدس وتسعد وتفخر، بل تتباهى بذلك، لكنها علاقة حلوها قصير ومرها طويل، فعلى المدى البعيد تحدث مشاكل كثيرة بينكما. انتبه من هذا التقديس، فهي علاقة مرهقة وغير صحية. مشكلتها تكمن في ارتفاع سقف الظنون والأمان وتوقع المستحيل. الفتاة الوالعة الهائمة بك التي تراك بطلاً إن لم تكن متاحاً لها طوال الوقت وملبياً لتوقعاتها كافة، فستراك بشكل عكسي تماماً لأنك خيبت آمالها بك. لذلك إن وجدت من أي شخص في حياتك تصرفات توشي أنه يقدسك، أو تعلقت أنت به حتى وقعت في فخ أن تضعه في موضع التقديس، فلا بد أن تفيق وتتوقف عند هذا الحد حتى لا تصاب بإحباط، وتتيقن أن لكل شخص نقاط ضعف لا تنقص من شخصيته شيئا. ولتتفادى مشاعر التقديس، حاول أن تشتت الأفكار قليلا وتشغل النفس بأمور أخرى لتخفيف التعلق الشديد. فالكثير من هذه الأفكار التعلقية الشديدة تولد بسبب فراغ الوقت. لا تقع في أوهام تقديس البشر لمجرد التعلق بإنسان رأيت فيه ما يبهرك أو ما يلبي ظنونك، ولا ترهقه أو تحمله ما لا يطيق. لا تقدس أحداً، سواء أكان هذا الإنسان محبوبك أو والدك أو شيخك أو زعيماً أو فناناً، ولا تسمح لأحد أن يقدسك. فلا قداسة إلا لله، ولا عصمة إلا للأنبياء، أما نحن فمجرد بشر لسنا آلهة. شاركنا آراءك وتعليقاتك، ولا تفوت حلقتنا القادمة من بودكاست بيرسونا بزاوية أخرى نرى من حولنا.